السلام عليكم، أهلا ومرحبا. تتعرف أعلى 10 حراس في العالم هذا الموسم. الرتبة العاشرة أليسون 35 مليونا. الرتبة التاسعة أونانا حارس إنتر 35 مليون. الرتبة السابعة يانو بلاك 35 مليونا. الرتبة السابعة تيرشتيجن 35 مليونا. الرتبة السادسة إيدرسون حارس سيتي 40 مليونا. الرامة صديل 40 مليونا. حارس كوستا بورتو 45 مليونا. الرتبة الثالثة دوناروما 45 مليونا. الرتبة الثانية ميلان حارس ميلان 45 مليونا. وفي الرتبة الأولى أفضل حارس في العالم كورتوا 45 مليونا. في رأيك من هو أفضل حارس هذا الموسم في العالم؟